ذكر بعض العلماء أن المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد نفسه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، طبعا هو أبي موسى الأشعري، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ويقصد بذلك داود نفسه. هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر، لأن الآل في اللغة هم الذين ينفرون عن المرء، والآل أصلها أهل، آل أصلها أهل، فالآل والأهل بمعنى أي بمعنى واحدة، فهذا الكلام فيه نظر. ولكن لو قلنا بأن الآل له معان وفي بعض السياقات قد تطلق على هذا المعنى يمكن أن يمشى، لكن حصر الآل في هذا المعنى ونفي غيره هذا غير صحيح، لكن يمكن أن نعدد معاني الآل.